اعتداء. اخ قتل غدرا اخوه وعاش بجنون في جوف ليله والظنون 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 انسان. يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. إنسان علم وربته إنسان جبنا وجرته يبقى هو الإنسان. إنسان قلب تمنى وانجرى عين بكت حزن وفرح يمشي يبطش يدمر أخوته. يا بنت من جرى عين بكت حزن وفرح يبطش يدمر أخوته. إنسان ظالم أو ضعيف إنسان ظالم أو ضعيف يبقى هو الإنسان يكرهها وقبالها سامح إنسان عاتب وجراحة وجراحة وعذرا يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان. يوقف بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سار.
الله يكون في عون قضيتك، متحملة فوق قدرتك. الله يكون في عون شهدات. وهي الله يعجبها خير، زوجها وولد عمها ما ممكن تتخلى عنه. انت عارفه ان شداد عندها اكثر من هذا. اللي ما عجبني انه هو حاول يضر نفسه. الواحد اللي مثله اكيد بيفكر في هذه الافكار، بس الحمد لله دام بخير. اولادي قطعا قلبهم يسالوا عنه. الله يطول بعمره ويتربوا بعزهم ان شاء الله. رقيه، انت معاها من البارحه حسب ما قالت لي. انت تعرفي انا ورضيه اكثر من اخوات. اعرف، بس انت كيف عرفتي عن مرض شداد؟ من زوجي، واكيد سمعتي اني انا تزوجت. وزوجك من وين عرف؟ لو سالتي رضيه بتجاوبك. اخوي جا، بس استاذنك. يلا عمتي نروح. عمتي مالك؟ تعرفي رقية من تزوجت؟ بصراحة ما متأكدة. نروح؟ أنا كنت شاك فيه من زمان، والحمد لله الحمد لله إنه ما عداني. الحاج رسلك تأخذني؟ الحكي موجود، بس شمجنا العزيز المحبوب ماجد هو اللي طلب مني هذا. ماجد؟ أسميك توفقت في الزواج منه. وليش ماجد ما جاي ياخذني بنفسه ورسلك أنت؟ تعرفي ما حب يجي عشان ما يصدم حد منه. الظاهر لحق تعرف أشياء كثيرة. أخوش محفوظ وما يفوته شيء، وبالذات إذا كان في شيء لمصلحتك. المصلحة يا أختي والمصالح هي اللي تحكم العالم هذه الأيام، ولو أن مصلحتي مع شداد لازم تنتهي، خصوصا بعد اللي عرفته عن مرض. بس تنتهي وبهالسهولة؟ على الأقل احفظ حق الأيام اللي كانت بينكم. واحد ما حفظ نفسه كيف تريدين أحفظ له شيء؟ لأنك من أصحاب المصالح الوقتية للأسف. زين، أنا بسألك سؤال، أنت ليش متضايقة الحين؟ ممكن تسوق وأنت ساكت؟ ممكن أسوق وأنا ساكت، هو صعب علي لكني بحاول، ولو إني باغي أقول شيء أخير. أقول باختصار، أقول إن هناك فرق السماء والأرض بين زايد وزوجك الحالي ماجد. ومن قال لك إنها تزوجت ماجد؟ ليش ما تردي؟ هذا زواج يا زايد وما يتخبى على أحد، فما بالك زواج أخت الحاج عبد السلام؟ لو عزمتني كنت أول المهنئين، بس الظاهرها من الفرحة نسيت. صحيح، لازم تقول كذاك، تراها في يوم من الأيام خذت مكانك. لو أخذت مكاني كان ما شفتني قدامك الحين موجودة. بس الصحيح إن أجد هو اللي أخذ مكانك. لا بارك الله فيش من حرمة، ما ناقص إلا أنت بعد. صحيح، ما ناقص إلا أنا، لأنك طول عمرك تشوفني ناقصة وكمالة عدد في حياتك. والصحيح بعد أنت ما زايد إلا قدام نعيمة المسكينة، وكأني السبب. لا يا زايد، ما دائما تمشي الأمور على هواك مثل ما تريد. سامحني يا زايد، هالكلمتين من زمان طابقات في حلقي وكان لازم أقول. خلاص يا نعيمة، خلاص خليني الحين. بخليك، بس أكيد عرفت عن شداد و... يا ليتهم خلوه ينتحر ونخلص من سالفته. ضاقت عليش الأرض يا القية حتى تتزوجي ماجد؟ ايش اللي صار؟
أنا ما أتوقع أبداً إنه ممكن يقدم على الانتحار. اليأس. بس أنت شوف ماجد. الظاهر إن هذه هي طبيعته ولازم تتعودي عليها. تتكلم وكأنك تعرفه زين. أتكلم وأنا مقدر حالته. يا رقية ماجد أنت سمعتي عنه الكثير من زايد، وأنا بعد سمعت ناس كثير يتكلموا عنه، كلهم يتكلموا عنه حسب ما شافوا أو حتى عرفوا، لكن الغربة اللي عاشها ممكن عاشها مع ناس تأثر بيهم وتأثروا به سنين وهو معهم، فكيف نتوقع أنه ممكن يغيبوا عنه؟ خلي يفكر في المشكلة اللي تواجهه، ممكن تفكيره يوصله لحل. أنا ما قلت شيء، بس ليش يبعدني؟ يبعدني ويعيش وحده بأفكاره، وليش اللي يفكر فيهم ياخذوه مني؟ الأكيد إنهم بعدهم عايشين معاه. وقيا أنت في إيش تفكري؟ أفكر فيه، أريد أشاركه همه وأعيش معه. بس يا ترى هو يفكر في من؟ حمد عشان يعيش حاول ينتحر. انتحر عشان يعيش؟ هنا لأنه كان يشوف حياته بالسفر، ولما رفضنا سفره هددنا بالانتحار، وكأن الانتحار وسيلة للسفر، وكأن السفر مكان يعيش فيه. إنزين يمكن عنده أسباب للسفر. وأنت هددت من عشان تسافر؟ أظنه مسافر عشان أنه متهدد. بتسمع كلامي إذا قلت لك لا تسافر؟ أنا حالتي غير ولدكم، يمكن لو كنت مكانه ما كنت فكرت بالسفر. أنا أول ما شفتك تشبهته فيك، نفس الغمة اللي كنت أشوفها عليها أشوفها عليك. حتى نفس الأفكار يا محمد. تنكر أنك فكرت بالانتحار قبل لا تفكر تسافر. When a person loses his willpower, he thinks of suicide. That's what would have happened to you if not for the grace of God. When I tried to commit suicide, my life was dark, like an endless night. A person who doesn't know victory is a lost person chased by a mirage, as though he's blind-hearted. Yes, I was like that at some stage. But now that I know you and I am with you, I'm not the man I used to be. Help me up. When I'm lying in bed, I feel as if my body's tied down. I don't like your tone. Here we are, Majid, exchanging roles. I don't get it. You haven't lost your willpower, and I don't think you want to end your life. No, no, that's not necessarily so. Don't be scared. But don't you think that I'll get tired sitting around and just wait for death? What makes you think of that, darling, while I'm here with you? What if you go and never come back, and I'm here waiting for you? I think I'll get tired waiting for you and my death. Margarita, be sure I'm with you, darling. Do you know what the true meaning of suicide is? شخص مل من الانتظار. تقصدي شداد؟ حصلت الحل. لازم يتجاوز مرحلة اليأس ويرضى باللي قدره رب العالمين، وانه يعيش مع أولاده.
وما تريد تقول لي ايش نويت تسوي؟ الأكيد إني ممكن أنشغل بأفكاري شوية عنك يا رقية، لكني مستحيل أخبي عنك شيء أنا قررت أسويه. على الأقل أسمع رأيك وأضمن وقفتك معي. وأنا عيوني لك يا ماجد. استحمليني على قد ما تقدري. أنا خبرتك من البداية. الله يكون في عونك وانت معي. المهم لا تنسى اني معك. خلاص يا رضي، عرفوا زيارتهم بدأت تقل. من يدري يمكن أخذوا العزاء فيه بعد. لا تقول هذا الكلام يا شداد، هذول أهلك ما بيتركوك. أنا ما ألوم، وعذرهم. كل ليلة أتذكر فيها حياتي، شريط يدور في راسي، أشوفه وأنا صاحي وأنا نايم. أنا كنت فاقد الشوف للي حوالي وكأنهم ما موجودين، لأني كنت ما أشوف في طريقي. خيري ما كان يهمني، ما كان يهمني إيش يقولوا عندي، كيف ألومهم. صدقت معنى كلمة الشدة في اسمي، الكلمة الأولى لي أنا، حتى لو كانت خطأ خليتها شعار وأسلوب حياة. النرجسية عن الضعف أكثر من إنها قوة. ما كان يهمني إنهم ممكن يوجدوا الأعذار، فكيف ألومهم. ما عرفت من الرحمة شيء، وكأنها كانت منزوعة من صدري. ومن يدري يمكن مكتوب اني ما اعرفها علشان ارجع واطلبها العين، لكن اطلبها من اطلب السماح والرحمة من فكيف الومهم. حتى لما حاولت انهي حياتي فشلت. اعرف هذا الامر خطأ كبير، والاكيد اني ما املك الحق في تنفيذه. اقدر اني اعيش التفاصيل المتبقية حسب ما هو مكتوب، ما حسب ما أنا أريد. في كل حياتي يا رضية ما سويت لي لا صديق ولا حبيب، ما حطيت لنفسي خط عودة مع الناس. حتى أنت وأنت زوجتي ما حسيت بقدرك إلا وأنا مريض، وحتى في هذه يقولوا لأني محتاج لك. أنا اللي محتاجت لك يا شداد، أنت حياتي. كيف أولادي يا رضية؟ أريد أشوفهم، أحضنهم، أبوسهم.
يا الله أنا إيش سويت؟ لا تفكر بالطريقة يا شداد، تفائل ببكرة وخلي اتكالك على الله كبير. الله غفور رحيم وقادر على كل شيء. اللهم إني لا أسألك رب القضاء وإنما أسألك اللطف فيه. اللهم آمين. لا إله إلا أنت رب سبحانك إني كنت من الظالمين. عمي ماجد شتى، قل معي: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت أو من شر ما لم أعمل. اترك عنك كل هذه الأفكار وانسى اللي يزورك واللي ما يزورك. خليك دائما مع الله، هو القادر على كل شيء. أنا محتاج لمثل هذا الكلام، أحس براحة لما أسمعه. الكل محتاج يسمع هذا الكلام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المهم أنا عندي لك خبر بيفرحك. إيش اللي بيفرحني وأنا على هالحالة؟ أنك تطلع خارج المستشفى واليوم. عمي ماجد اليوم؟ أيوة يا بنت اليوم تطلعوا تأخذوا أولادكم. أنا حجزت لكم شاليه في فندق تجلسوا فيه كمين يوم بعيد عن أي كلام ممكن يثقل عليكم، ومنها الأولاد يلعبوا ويستهزوا. بس إدارة المستشفى قالت صعب أني أخرج. ولا يهمك، أنا والدكتور نواف تفاهمنا معهم على أنك بين كل فترة وثانية تخرج، بشرط أنك ترجع لهم مباشرة حسب المواعيد اللي حددوها. هذه مقدور عليها، المهم أنه يطلع بدل هذه الجلسة. خلاص، إذا تخرجوا من هنا على المنتجع على طول. أنا أعرف أنت ليش تريدني أخرج على طول، علشان في البيت أكيد ما يريدوني أكون معهم. رضية، بنسوي اللي قال عليه عمي، روحي جهز الأولاد وانتظر اتصال مني. حاضر، كذا ولا كذا أنا لازم أروح البيت. قولي اللي عندك يا شداد، ايش تسوي معي كذا؟ شداد، أنا ما أسوي إلا شيء طبيعي والعادي بدون تكلف. بس نحن في زمن المثاليات فينا أدرى، نحن من زماننا. والزمن ويش بدوننا نحن البشر يا شداد؟ نحن اللي نسجل للزمان عاداتنا وتقاليدنا، شرنا وخيرنا، قصورنا مع أنفسنا ومع غيرنا. ايوه يا سعد، وشداد بعد جاهز. هذا ولدي سعد، اقصد بمثابة وهو عندي اعز من الوالد. عمي ماجد شرفني باني اكون معك وتحت امرك في اي شيء تريده من الان. كلك ذوق ميزان احتمالكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هلال؟ واحد من الأصدقاء الأطيار اللي عرفه، جزاها الله ألف. عمي يعني أنت خليته يكون؟ يكون معك يا شداد، كان لازم أطمن عليك في كل الأوقات. أعترف أني كنت بليط معك شوية، سامح. بس يألم الله إني تعرفت على إنسان بمعنى الكلمة. أعتقد يا عمي إحنا لازم نتحرك. الله معكم ويحفظكم، نكون على تواصل إن شاء الله. لو كنت
يا عم ودنيتها يبطش دم روحها. لا تخلي العاطفة تجرك وتنسي حياتك. كلام أبوك صحيح يا رضية، هذاك المرض ما في مزاح. إذا أنت ما تخافي على نفسك خافي على أولادك. اللي يقترب من شداد ينعد منه. سمع الكلام وخلي بروحه لحد ما يجي أجله. إذا طاوعتكم وخليته وكلنا خليناه، نحن اللي بنعجل أجله. عجب، خلاص روحي معاه وتحملي مسؤولية قرارك. لا يا زايد، لا امنعها يا زايد. يا بنتي يا رضية، عقلي يا بنتي، ترى العمر غالي. عمر شداد عندي أغلى. مشكورين مشكورين وما قصرتوا. أنا باخذ أولادي وبروح، بس اتذكروا شيء واحد، إنه عينتكم بتضعف في يوم بعد يوم. العيلة اللي بتتخلى عن شخص مرة عيلة مهزوزة، ممكن تتخلى عن كل الأشخاص. زايد الحق عليها، امنحها بالغصب. لحقي عليها انت، واذا تريدي روحي وراها وخلصيني منك انت الثانيه. أنا بروح أجيب مفاتيح الشاليه، عن إذنكم. ما بتقول لي كيف تعرفت على عمي ماجد؟ من سنين التقينا في ظروف غريبة شوية، أكيد بخبرك عنها. وسيارة الأجرة؟ وسيلة رزق ورزق أولادي، هذه حقيقة أكون متأكد منها. بداية القصة كانت مع زوينة الله يرحمها، الأخت الكبيرة لزوجتي مريم، اللي تعتبر ماجد مثل أخوها العود، لأنه وقف مع المرحومة وقفة عظيمة. لكن يعلم الله أني ما أعرف كل تفاصيلها. تفضل. ايوه قيصر، وين انت؟ بعدني في الشركة، بس شويه وطالع ان شاء الله. لا تخرج الا بعد ما تسوي اللي اقول لك عليه. اسمعك. كل المحتويات اللي في مكتب شداد ترمى. بس ما اعتقد ان في ضروره لهذا الشيء. سوي اللي اقول لك عليه وتشوف شركه تنظيف وتعقيم تقوم باللازم، واضح؟ لو مخبرنا بالمرة يجيبوا اللي يعقموا البيت وجناحه. شوف هذا، ولا كأني كلمته. هي ما تعرف كل شيء لأنها كانت صغيرة، بس كانت تشوف تعامله مع أسرتها كلها بالخير. كان مع المرحومة في عز مرضها، ورغم سفره إلا أنه ظل يهتم فيهم ويرسلهم المساعدة الشهرية كل شهر، حتى آخر وحدة فيهم اللي هي زوجتي مريم. أنا متأكد أن المكان
بيعجبك ان شاء الله وبيعجب الاولاد ان شاء الله. ايوه رضية، انتوا وين؟ موجودين حبيبي، نص ساعة بس. علي ريان معاي ومشتاقين لك واجد. لا اكيد، والمربية بعد. طيب مع السلامة. يحس بنفس الواحد هذا اللي جالس يصير؟ يقدر الله ما شاء يفعل. اشوفك على خير يا ماجد. انسان احبك واكرهك، انسان اعرفك اقبلك، انسان اخبك سامحا، انسان عتب وجرحا. انت ما تتعيد ان شاء الله اكيد بجي. وعد رايبك ابو الانسان. عمتي فكر كويس يا ماجد ولا بعدك؟ اكتشف مع الوقت اني تأخرت وحسبت النتائج لأول مرة. لا، الغريبة انك اخترت التوقيت اللي فيه الكل ثائر. لو كانت هناك في إشارة بأنه الكل بيهدأ كنت أخرت. والله أنا قلبي واكلني من الزيارة دي. طمن، أنت بتكون بعيد. والله أنا ما قصدت أخوفي على نفسي. عارف ومتأكد. وأنا يا أبو الفضل وكلت أمري لصاحب الأمر. لا إله لا إله. بما أن الشغل ماشي زين والحمد لله على أكمل وجه، أنا فكرت في هذا التصور اللي يكفل لنا نوع من الحماية بالنسبة لحركة التنافس الطبيعية في السوق. الملف فيه دراسة بسيطة عن أهم النوعيات اللي تركز عليها المحلات الثانية حسب الطلب في السوق. أيضا لو تلاحظ في عندك مقترح بأن نفتتح أكثر من فرع أو فروع إضافية سواء في المحلات أو المجمعات التجارية الكبيرة أو الأسواق الشعبية. أيضا لو تلاحظ في الملف في خطة تسويقية تضمن المشاركة المحلية أو المشاركة الخليجية، أو يعني سواء في المهرجانات الخليجية على سبيل المثال أو في الأسواق العربية اللي عادة تقام على أرض المعارض. واضح أنك بذلت مجهود مميز تشكر عليه، بس على فكرة أنت كثير ترغي. مقبولة منك أستاذة، بس تسمحي لي أكمل ولو باختصار. يعني في حال انه هذا المقترح نال اعجابك، انا عندي خطه جميله للتوظيف نراعي فيها تحقيق السياسه العامه للحكومه، وهو التعميم والاحلال للباحثين عن عمل من العمانيين وفق الخبرات اللي احنا نريدها او الايادي العامله المتوفره سواء كانوا شبان او شابات. بارك الله فيك، الحين فعلا مخك بدا يشتغل. عموما انا بسمع كل اقتراحاتك بس في وقت ثاني. تفضل. إن شاء الله. أمران مشكور. العفو أستاذ. وعد بعدك مطول في المحل، أنا قلت أمر عليك وأروح نشتغل. اجلس يا راشد. كلمتني ماجدة من شوي وقالت لي ان شداد طلع ورضية جت البيت واخذت الاولاد. وزايد طردها هي ثانية، لكن انا ما راح اسكت له. الايام تثبت ان فكرة زايد في بيع البيت كانت صحيحة. انت تقولي هذا الكلام؟ لو كان شداد عنده بيت ما حد يتعامل معاه بهالطريقة. السلام عليكم يا اخواني. من ماجد؟ ايش جابك يا حقير يا نذل يا جبان؟ وعد اهدي ارجوك. ماجد روح الله يخليك. خليها تسوي اللي تريده يا راشد.
بس أرجوك أقنعها تخليني أتكلم شو. اطلع برا، اطلع برا. راشد اتصل بالشرطة. أرجوك يا ماجد روح روح، وعلى عصبيتها الزايدة ما زين حالها. أرجوك أنا طالع يا وحد، بس أرجوك أعطيني فرصة أتكلم شوي. ما أريد أسمع منك شيء. اطلع برا، اطلع برا برا. إنسان ضعف وقوته، إنسان ذل وعزته. هذا إيش الجمال؟ إيش؟ هدي أعصابك يا وعد، خلاص وروح. أنا اللي بخليه روحه للأبد. تعال معي. وين تريد نروح؟ الزايد. أنت متأكدة من قرارك هذا يا أختي؟ أيوة، واليوم قبل بكرة مستعدة أشهد إن ما له شيء عندنا. وعد، أنت ما تعرف إيش تقول. الكلام هذا ما يرضى الله، وطلعنا لك ما زين. وإيش الزين عندك يا راشد؟ إنه يجيني كل ما يحب ويقهرني؟ لا، وبالغصب بمنع أني يقترب مني. زايد، والله عندك حق وما حد يلومك. طالما هو يحس إنه لا شيء عندنا فبحكم دعواه بيجينا في كل مرة، لكن إذا حكمت المحكمة إنه ما له شيء بعدين حتى لو جاء بنمنعه بالشرطة. زايد خليك مثل خير. أكيد وعد، ما فعلت هذا. راشد لا تتكلم بلساني. السالفة فيها شهادة وحلفان يا وعد. بشهد وبحلف زور وبسوي أي شيء، المهم أبعد هالشيطان عني. خلاص كثر الكلام ما منه فايدة الحين. أنا برتب كل الأمور وبخبركم موعد الجلسة. الله على جمال المكان هنا والهدوء اللي فيه. لولا وجود شداد ورضية والأولاد هنا ما كنا جينا. لأول مرة من زمان أشوف السعادة على وجه الشداد بعد المرض. ولا فرحة الأولاد هم يلعبوا حواليه، فعلا فكرة حلوة. هذا عمي ماجد دائما يفاجئنا بأفكاره. صح كلامك، يفاجئنا يصدمنا بعد. قيصر نحن ما جايين ننكد على بعضنا هنا. عجب لاجي بسيرة عمي ماجد. أنا بنزل البحر أتسبح، الأطفال شجعوني أمارس هواية الطفولة. أقدر أجي معكم؟ تقدري، لكن بس تشوفي علينا. وانا مسك عالي ما تدري.
الله.